تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في هذه الفترة الإخبارية المفتوحة والتي نتابع فيها بالتحليل والرأي أهم الأخبار والأحداث على الساحة. وأبرز هذه الأحداث هو قيام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوجيه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين. أيضا سنناقش حدثا آخر وهو البرنامج الزمني الخاص بالشراكة، مبادرة الشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية. في هذا الإطار وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ليضم 1 مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون شخص. وفي هذه بشرى كبيرة ودعم كبير من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فيما يتعلق بمبادرة الشراكة المصرية الإماراتية الأردنية والتي انضمت إليها البحرين أيضا، سنناقش هذا الأمر، أهم المخرجات التي يمكن أن تؤدي إليها هذه المبادرة. معنا ضيفنا الكريم الدكتور إسلام جمال شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي. برحب بحضرتك معالي الدكتور. برحب بحضرتك يا فندم، وبرحب بالسادة المشاهدين. يا مرحب. اسمح لنا نتابع تقريرا مبدئيا حول الموضوع ثم نبدأ المناقشة. تفضل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق ما يلي: زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة بضم 1 مليون أسرة إضافية للبرنامج ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، صرف مساعدات استثنائية ل9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة بتكلفة إجمالية حوالي 1 مليار جنيه شهريا للأسر الأكثر احتياجا ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا. تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة وبواقع 2 مليوني كرتونة شهريا، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة. قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيدة نيفين القباج استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حاليا، والتي تتلخص أهمها في دعم الخبز والسلع التموينية والدعم النقدي المتوسط ودعم برامج الصحة وصناديق التأمينات والمعاشات ودعم الإسكان، مشيرة إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي. كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج تكافل وكرامة على مدار السنوات الست الماضية، خاصة ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب من الضعف. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصة الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح السيد وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكدا على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.
مرحبا بحضراتكم من جديد. إذا نبدأ بالموضوع الأول في هذه الحلقة، وهي توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراءات الحماية المدنية والتوسع في هذه الإجراءات. وأعود إلى ضيفي الكريم الدكتور إسلام جمال شوقي. دكتور، كيف رأيت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين؟ الحقيقة دائما الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تأتي قراراته في وقتها، خاصة للحد من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. الحقيقة دائما قرارات الرئيس تراعي البعد الإنساني في المقام الأول. الرئيس قراراته تأتي من أجل جبر خواطر البسطاء ومحدود الدخل. الحقيقة جميع القرارات تأتي وتصب في مصلحة المواطن. طبعا الحقيقة أول قرار طبعا بزيادة عدد أسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة إلى أكثر من 20 مليون، وبزيادة 1 مليون طبعا، ودي زيادة بتتحملها موازنة الدولة في ظل الظروف الصعبة في العالم كله. فهذه الزيادة تمثل عبء على موازنة الدولة، ولكن يأتي قرار الرئيس للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار، ويشعر بما يشعر به المواطن البسيط. لذلك جاءت قراراته في الوقت المناسب قبل التداعيات الأكثر صعوبة في الفترة القادمة. ده أول شق بالنسبة لتكافل الكرامة. الحقيقة تاني قرار من ضمن قرارات الرئيس اللي هي 9 مليون أسرة، إجراءات استثنائية تخص 9 مليون أسرة بزيادة المساعدات لهم، خاصة فيما يخص المعاشات. اللي معاشه أقل من 2500 جنيه بيحصل على الدعم، وفي نفس الوقت الموظفين العاملين بالدولة اللي مرتبه أقل من 2700 جنيه يتم حصوله على دعم من الدولة خلال لمدة ستة أشهر قادمة، تتحملها أيضا موازنة الدولة بواقع مليار جنيه شهريا. نعم، ده يعني الدعم ده بواقع مليار جنيه شهريا، يعني يصل بعد 6 شهور 6 مليار جنيه. ده فيما يخص القرار الثاني من قرارات الرئاسة. نعم. ايضا القرار الثالث من قرارات الرئاسة الخاص بالدعم العيني وليس الدعم النقدي فيما يخص بالسلع الغذائية الخاصة بتخفيف الأثر عن الأسر الفقيرة من الأمهات والأطفال ومحدودي الدخل بواقع 2 مليون أسرة بتوزيع كراتين. 2 مليون كرتون. 2 مليون كرتونة تغطي 2 مليون أسرة. بواقع يعني هتكون الكرتونة بنصف ثمنها، ويتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة. الحقيقة برضو حتة التنسيق ما بين وزارة الأوقاف ووزارة التضامن الاجتماعي من خلال الاستمرار في توزيع لحوم الأضاحي. الحقيقة دي برضو طول السنة على مدار العام، مش شهر بس، طول العام كله. الحقيقة إجمالي القرارات دي هيكلف الموازنة 11 مليار جنيه، ومطلوب من وزير المالية الدكتور محمد معيد إن هو طبعا يتحمل تكلفة التجهيز هذه الأعباء المالية الجديدة في الموازنة. ربنا طبعا يكون في عونه. لكن كيف يكون أثر هذه القرارات بالتوسع في الحماية الاجتماعية اللي تفضل بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على المواطنين؟ الحقيقة هي قرارات جاية لتخفيف العبء عن كاهل المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية وتعطل سلاسل إمداد الغذاء على مستوى دول العالم وليس مصر فقط، وبالتالي يشعر الرئيس بما يشعر به المواطن البسيط، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والمواد الغذائية نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي يتدخل الرئيس من خلال هذه الإجراءات من أجل تخفيف الأثر على المواطن حتى لا يشعر بما يشعر به الدول الأخرى. هل يعني هي من ضمن القرارات قال لك للأسر الأكثر احتياجا لمدة 6 شهور، هل ده هيتبعه من الجهات المعنية القيام بدراسات لمعرفة الأسر الأكثر احتياجا، ولا اوريدي بالفعل يعني موجودة المعلومات دي لدى الجهات المعنية؟ هي بالطبع وزارة التضامن الاجتماعي عندها حصر بالعدد الأسر طبعا، لكن أيضا يجب عدم الاعتماد على هذه البيانات، خاصة أن البيانات ما تحتاج لتحديث من فترة لأخرى، خاصة في ظل التداعيات. من الممكن أن بدل من أسرة كانت محدودة الدخل وربما
نزل نزل في نزلت في المستوى ان هي توصل حد تعطل حد طلع معاش معدي بياخد مرتب كويس محتاجه فعلا الاستمرار في الحصر. احنا عندنا قاعده بيانات مستندين ليها وخاصه دي بنلاقيها بيتم تحديثها من خلال ايضا وزاره التموين. وزاره التموين بتعمل حصر من خلال الاجراءات المتبعه، اللي عنده عربيه بتشيله من التموين بعد موديل معين بعد 2015 او 2016، ارتفاع الكهرباء، اللي مدخل ولاده في مدارس خاصه وبيتم الدفع ومدارس دوليه او مدارس دوليه بيتم. فاذا الدوله مواكبه من خلال حصر المواطنين واعدادهم، فبيبقى عندها حصر كامل بالمواطنين محدودي الدخل او اللي هم يجب شملهم بمظله الحمايه الاجتماعيه. هل يعني ممكن تتوقع ان الدوله تتقبل بعض التظلمات من بعض الناس الراغبين في يعني اللي ممكن بيانات ما تكونش شاملتهم ويتقدم للجهات المعنيه بطلب الاستفاده من ذلك؟ من الممكن وخاصة انه مش هيبقى عدد كبير، يعني طبعا من الممكن ان هو يكون عدد محدود وبالتالي الدولة ممكن ان هي تتقبل ذلك. نعم. طيب احنا معانا، اسمح لي نتوقف قليلا، معانا الاستاذ حسن هريدي رئيس القسم الاقتصادي بجريدة اخبار اليوم. برحب بك يا استاذ حسن. اهلا بحضرتك وكل أخبار اليوم. التحية للسادة المشاهدين الكرام، وكل عام ومصر دائما بخير. كل سنة وحضرتك طيب. الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين، كيف رأيت هذا الخبر وادعي إليه في هذه الفترة؟ هذا الخبر هو بشارة خير للشعب المصري وتؤكد أن الشعب المصري في بؤرة اهتمام فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في ظل التداعيات الاقتصادية التي واجهها العالم والأثار الاقتصادية السلبية التي واجهها العالم. يضع فخامة السيد الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والسادة الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الوزراء حول توسيعة مظلة الحماية المجتمعية وبرنامج الحماية المجتمعية، والذي قرر خلال الاجتماع أن ينضم مليون أسرة جديدة إلى برنامج تكافل وكرامة، وأيضا توسعه عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية المجتمعية إلى 9 مليون أسرة. هذا البرنامج في الظل يؤكد قوة الاقتصاد المصري وقوة الدولة المصرية وأنها تحقق مبدأ العدالة الاجتماعية في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وأيضا توسعه مظلة الحماية الاجتماعية لكي تواجه الأسر المصرية التداعيات السلبية للآثار الاقتصادية السلبية للأحداث التي يمر بها العالم، سواء كانت جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية الاقتصادية، أيضا الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها أيضا السلبية الاقتصادية التي أدت إلى عدة أمور اقتصادية، منها زيادة معدلات التضخم التي وصلت إلى معدلات لم يصلها العالم منذ 40 عام، أيضا أدت إلى هناك اضطرابات في سلاسل الإمداد والتمويل، ايضا عدت الى عجز بعض السلع والمنتجات في سواء على مستوى العالم لما يمر من بؤره الصراع بين روسيا واوكرانيا، حيث ان روسيا واوكرانيا عدان يمدان العالم ب 30% من جمله الحبوب او السلع الغذائيه. هذا الامر ادى الى ارتفاع تكلفه السلع الغذائيه وتكلفه الامن الغذائي على مستوى العالم، في ظل ذلك وفي ظل ان هناك دول لم تصمد امام تلك الاثار مثل دوله سريلانكا التي لم يصمد اقتصادها امام تلك الاثار، وايضا الدول الاقتصادات الكبرى التي كانت تنعم منذ عقود في رفاهيه الاقتصاد مثل الاقتصاد الالماني والاقتصاد الولايات المتحده الامريكيه، نجد ان مصر تمد او تحقق مبدا العداله الاجتماعيه، ويتزامن ذلك مع صدور تقرير صندوق النقد الدولي اليوم الذي اكد صدق توقعاته للاقتصاد المصري، حيث اشار في توقعاته وفقا لتقرير اثاق الاقتصاديه حول اقتصادات العالم ان مصر سوف تحقق معدل نمو 5.9، في حين خفض توقعاته لمعدل النمو العالمي من 3.6 الى 3.2. هذا يؤكد مدى صلابة الاقتصاد المصري في امتصاص الصدمات الاقتصادية العالمية، وأيضا حجم الأضرار الاقتصادية التي تواجه العالم. يعني إذا هذا الأمر نضع تحته 100 خط لكي ندرك أن المسار الاقتصادي الإصلاح الاقتصادي بدأ يؤتي ثماره،
ايضا الخطوات التي تتخذها الدوله تؤكد سلامه وصدق وايضا الرؤيه الاستراتيجيه التي تبنتها الدوله منذ قدوم فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مقاليد الامور في 8 يونيو عام 2014 والذي اتخذ على عاتقه اصلاح الاقتصاد المصري وفق رؤيه اصلاح اقتصادي واصلاح هيكلي وايضا تهيئه بيئه الاقتصاد المصري للانطلاق وتحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي. نعم. استاذ حسن التوسع في اجراءات الحمايه ده هيكلف ميزانيه الدوله 11 مليار جنيه هينزلوا للمواطنين وهينزلوا في السوق، كيف سيؤدي ذلك الى مزيد من الحياه الافضل للمواطنين في الفتره القادمه؟ بالفعل كما تفضلت وذكرت ان حضرتك ان هذه الخطوات سوف تكلف ميزانيه الدوله 11 مليار جنيه، هذا الامر يجعلنا نؤكد ان لولا قدره الاقتصاد المصري ولولا قدره الاصلاحات الاقتصاديه وايضا سلامة الإصلاحات الاقتصادية على توفير هذا المبلغ لم تتخذ الدولة هذا الإجراء، وهذا يؤكد مبدأ العدالة الاجتماعية الذي تتبناها الدولة المصرية وفقا لأحدث الرؤية الاقتصادية العالمية التي تؤكد لا تنمية ولا نمو ولا سلام ولا أمن اجتماعي إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية، لأن العدالة الاجتماعية هي أصبحت عنصر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي ووفقا للنظريات الاقتصادية. عندما تحقق الدولة المصرية هذا المطلب هو أيضا هو تحقيق النمو الحقيقي ووفقا للخطة التي وضعتها الدولة ورؤية مصر 2030 التي تؤكد أن مصر سوف تحقق سوف يكون الشعب المصري لأسعد 30 شعب على مستوى العالم بحلول عام 2030 هو تؤكد مدى الإجراءات ومدى صدق هذه الرؤية التي تتبناها الدولة. نعم. وتوضيحا أسعد شعب أي يكون أن الشعب المصري يحصل على الخدمات بسهولة ويسر وأيضا يلاقي يسر في حياته اليومية. عندما يضع أو تتوسع الدولة في برنامج الحماية الاجتماعية يؤكد أن الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح وأنه هموم المواطن يضعها الرئيس أمام عينيه ويعمل على تحقيق فعلا أمن المواطن ويعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وكما نعم. وصدق عندما قال أنه هذا نعم. الشعب لم يجد يد تحنو عليه في قبل قدومه إلى مقاليد الأمور وبالفعل جاءت اليد التي تحنو على الشعب المصري وتمد يدها إلى العون نراه يهتم بالمواطن البسيط والمواطن المحدود الدخل وبالتالي أصبح أن هناك تحقيق لمبدأ العدالة الاجتماعية هناك تيسير لمعيشة المواطن المصري. أشكرك أستاذ حسن هريدي الكاتب الصحفي رئيس القسم الاقتصادي في بوابة أخبار اليوم وعضو لضيفي الكريم الدكتور إسلام جمال شوقي. إذن هي بشرة جيدة للمواطنين في هذه الأيام الحارة والصعبة في العالم كله. مظبوط. نعم. طيب اسمح لنا ننتقل إلى الموضوع الثاني في هذه الفترة هو موضوع البرنامج الزمني لتنفيذ خطوات مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن وانضمت إليها البحرين. هنذيع تقريرا مبدئيا حول الموضوع ثم نبدأ النقاش مع حضرتك ونشوف هذا التقرير مع حضرتك. شهد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بالقاهرة مراسم التوقيع على انضمام مملكة البحرين شريكا رابعا إلى مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي الشراكة التي تم إطلاقها أساسا في دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 من شهر مايو الماضي بهدف تعزيز دور القطاع الصناعية. وجددت الدول الأعضاء في المبادرة دعوتها لكل الأشقاء والشركاء للانضمام لهذه الشراكة التي أصبحت تضم دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين هذه الدول وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز دوره وزيادة مساهمته في الإنتاج المحلي الإجمالي، ومنح شركات القطاع الخاص الفرصة للتوسع في أعمالها وتعزيز الشراكات وعقدها في المنطقة وزيادة فرص العمل الجديدة والنوعية وخفض كلفة المنتجات وحماية سلاسل التوريد
وتمت مراسم التوقيع عقب الاجتماع الثاني للجنة العليا لمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة. لقد وقع على الاتفاقية كل من وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ووزير الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية يوسف الشمالي ووزير الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين زايد الزياني. ويعد انضمام مملكة البحرين لهذه الشراكة إضافة إيجابية لها نظرا لأهمية القطاع الصناعي في البحرين ومساهمته الاقتصادية الفاعلة. وتم خلال اجتماع اللجنة استعراض تقارير عمل القطاعات المستهدفة والإعلان عن 12 مشروعا مؤهلا للتنفيذ في المرحلة الأولى باستثمارات تقدر ب 3.4 مليار دولار. بعد ما شفنا هذا التقرير أعود لضيفي الكريم دكتور إسلام جمال شوقي. دكتور، كيف رأيت أهمية هذه المبادرة بين الدول الأربع؟ الحقيقة المبادرة مبادرة رائعة وتأتي في وقتها، خاصة في ظل تداعيات أزمة كورونا وفي ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. الحقيقة التداعيات أزمة كورونا وتداعيات الحرب روسيا وأوكرانيا جعلت الدول العربية تفكر من أجل الخروج من تعطل سلاسل الإمداد، وبالتالي إحداث نوع من أنواع التكامل والتنسيق ما بين الدول الأربعة. الحقيقة لما بدأت الشراكة بدأت من خلال الإمارات ومصر والأردن حينما وقعت مبادرة الشراكة الصناعية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 29 مايو الماضي. تم التوقيع عليها في حضور رئيس مجلس الوزراء المصري ورؤساء الوزراء الخاصين بالإمارات والأردن وفي بحضور وزراء الصناعة والتجارة ما بين الدول الثلاثة. جاءت الرؤية من أجل إحداث نوع من أنواع التكامل في المجالات الصناعية. الحقيقة المجالات الصناعية ليست مقتصرة على الصناعة فقط، ولكن كان الهدف أيضا خمسة مجالات رئيسية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، تشمل أيضا المنسوجات وقطاع المعادن. الحقيقة قطاعات هامة واللي تم تعطلها بأزمة كورونا وأيضا تم تعطلها وتأثرت في الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي الدول العربية تنبهت أو الدول الثلاثة تنبهت لمثل هذا من أجل إحداث الشراكة ما بينهم وبين بعض، وانضمت إليهم أخيرا دولة البحرين. والحقيقة المجال مفتوح لباقي الدول العربية، وخاصة أنه تم التنويه من الممكن انضم دول أخرى وليست مقتصرة، يعني من الممكن أن تدخلها دول عربية أخرى. مظبوط يا فندم، الباب مفتوح أن دول أخرى تنضم وتم التنويه على ذلك، ومن الممكن أن احنا نتفاجئ بدول أخرى تنضم إلى الدول الأربعة. الحقيقة أيضا بالنسبة للدول الثلاثة مصر والإمارات والأردن، بالنسبة لأزمة زي أزمة القمح، طبعا مصر تأثرت بأزمة زي القمح. الدول الثلاثة مخطط في الفترة القادمة أن هو يتم رفع إنتاج القمح والذرة، ودي أشهر المحاصيل التي تأثرت بها مصر، يتم رفعها في الفترة القادمة من 16.5 مليون طن إلى 30 مليون طن، وده حاجة كويسة جدا. خاصة تقدر مصر تعمله، تقدر مصر تعمله بالشراكة بالظبط بالشراكة مع الدول الأخرى، يبقى السوق بتاعها موجود. مظبوط. وبيتم طبعا ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي في الفتره القادمه، وده الرئيس دائما بيؤكد عليه ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي من محاصيل الهامه زي القمح وزي الذره، وخاصه وفي نفس الوقت احنا محققين الاحتياطي الاستراتيجي بتاعنا خلال السبع شهور القادمه من القمح والمحاصيل. ننتقل ايضا للنقطه الاخرى، مجال الادويه. تم الشراكه، تحقيق الشراكه الصناعيه في مجال الادويه، مقدر استثمارات ب5 مليار دولار خلال الفتره القادمه. بمناسبة 5 مليار دولار، هو تقريبا حجم المبادرة كم مليار؟ حجم المبادرة مبدئيا بالصندوق اللي تم التوافق عليه مع الجانب الإماراتي 10 مليار دولار. 10 مليار في الصندوق اللي هو هتديله القبضة. بالظبط، الشركة القبضة
هتدير الصندوق ب 10 مليار ومنتظر طبعا يتم رفعه خلال الفتره القادمه، خاصه ان طبعا دي بدايه، مجرد بدايه، مجرد 10 مليار بالظبط، لانه حضرتك بتقول بس الادويه 5 مليار لوحدها بالظبط. ايوه، امال بقيه المجالات تبقى كام بالظبط؟ اتفضل الادويه. في مجال الادويه خاصه هنا بقى مجال الادويه الهدف منه شقين. الشق الاول بالنسبه لمجال الادويه ان يتم العمل على زيادة فعالية الأدوية، وده بالتالي بيحصل منه تكلفة. ده جانب. الجانب الآخر أيضا في الأدوية البحث عن الأدوية المتأثرة بالأزمات وتغطياتها خلال الفترة القادمة. ده بالنسبة لشق الأدوية. أيضا بالنسبة لشق المعادن، وده شق هام جدا، خاصة زي الحديد، زي الألومنيوم، زي السيليكا، خاصة ان هم بيخشوا في صناعات كثيرة زي اجسام السيارات، زي الزجاج، زي الاسلاك الكهربائية، وايضا تصنيع الالواح الشمسية، خاصة ان معظم هذه الصناعات تأثرت خلال الفترة الماضية. يعني حدث مثلا بعض الارتفاعات في تكلفة الألواح الشمسية، بالرغم من المفترض أن التكلفة تقل، خاصة أن بيتم الاتجاه نحو الأخذ بالطاقة الشمسية وتحقيق الاقتصاد الأصفر، وبالتالي يجب أن احنا نسعى في تحقيق هذه الشراكات. أو أيضا جانب زي جوانب البتروكيماويات، بيتم العمل على زيادة جانب البتروكيماويات باستثمارات تقدر بحوالي 23 مليار دولار خلال الفترة القادمة. فإذا هناك شراكات كثيرة بيتم التوافق عليها مع الجوانب المختلفة، مع الدول المشتركة في المبادرة، وأيضا بيتم أيضا تناول المبادرة جانب إشراك القطاع الخاص. إشراك القطاع الخاص جانب هام يعني جدا، يعني ليست حكومات، ليست حكومات فقط، وإنما أيضا ومصر أعلنت مصر أعلنت خطتها في زيادة دخول القطاع الخاص خلال الفترة القادمة. مصر تريد خلال الثلاث سنوات القادمة رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص من 30% إلى 65%، ودي طبعا نسبة كبيرة عالية. وفي نفس الوقت ده هيتم أيضا من خلال طرحها لبعض الأصول، يتم طرحها خلال الفترة القادمة من أجل شراء بعض الأصول بمبادرة تقدر ب 40 مليار دولار خلال الفترة القادمة على 4 سنوات بمتوسط معدل 10 مليار جنيه كل عام. طب خلينا نتكلم على الدول الأربع، هل المنتجات دي هتكون خاصة بيها ولا هتصدر إلى بقية دول العالم، خاصة أنها يعني في منطقة وسط من العالم؟ الحقيقة حضرتك لمست نقطة مهمة جدا، ان مصر والأردن والإمارات بتقع في منطقة الشرق الأوسط، وايضا منفتحة على شمال أفريقيا بحكم وجود مصر. اجمالي الدول الثلاثة عدد سكانهم بيمثل 26%، وباجمالي عدد 122 مليون نسمة. وبالتالي في البداية يجب تحقيق الاكتفاء الذاتي في الأول للدول دي في المقام الأول، والفائض هيتم تصديره، خاصة ان اجمالي الدول الثلاثة محقق خلال الفترة الماضية ما لا يقل عن 133 مليار دولار استيراد بقى ولا لا بالنسبة انتاج، لا ده نسبة النمو الناتج المحلي بالنسبة لقطاع الصناعة. بالنسبة للشق الخاص بالصادرات وصلنا ل 433 مليار للاربع دول لكن مع المبادرة منتظر يزيد بقى، يقفز بالظبط التريليون بقى ولا بالظبط. ونسبة الواردات 399 مليار دولار. وأيضا دخول مملكة البحرين بيمثل إضافة كبيرة، وبيمثل طفرة أيضا، خاصة أن نسبة الصناعة بالنسبة لمملكة البحرين بتمثل حوالي 39 مليار دولار من نسبة الناتج المحلي. أيضا مملكة البحرين قامت بعمل إصلاحات هيكلية جعلت استراتيجية تم التوافق عليها في 30 ديسمبر 2021 الماضي، بعمل استراتيجية وطنية لمدة 4 سنوات من 2022 ل 2026. الهدف منها تشجيع الصناعة الوطنية، الاستثمار في البنية التحتية، أيضا معالجة أوجه الكسور بالنسبة للمستثمرين،
ورفع مستوى مهارات المواطنين البحرينيين. دي تعتبر الميزة النسبية للبحرين في المبادرة. بالظبط. خاصة ان هي ايضا عندها خبرات كبيرة في جوانب زي جوانب الموانئ، زي جوانب اصلاح السفن، زي جوانب زي المعادن، زي الحديد، زي الالومنيوم. عندهم طفرة في هذا الجانب، وبالتالي دخول البحرين بيمثل اضافة للدول مصر والاردن والامارات في الاستضافة في الاستفادة من هذه الخبرات والامكانيات النسبية، وايضا العمالة الماهرة المدربة في مملكة البحرين، في جعل المبادرة يعني ترقى لمستوى اعلى. طيب خلينا نمسكهم بقى، احنا حضرتك اتكلمت على البحرين، خلينا نمسكهم دوله دوله كده، واحنا جايين من الجناح الاسيوي، على ميزته الميزه النسبيه والصناعات اللي بتقدر تعملها الدوله دي. نمسك بقى الامارات، اتكلمنا على البحرين، خلينا في الامارات دلوقتي. الحقيقه اشهر حاجه، اشهر جانب بالنسبه لجوانب الامارات هو توفر الموانئ، وبالتالي جبل علي بقى بالظبط، وبالتالي بسهوله حركه الاستيراد والتصدير. يعني الجانب الاسيوي مثلا، ان الامارات سهوله ممكن من خلال التنسيق مع مصر، ان احنا مصر بينفذ منها البضائع والسلع من خلال قناة السويس والوصول الى أوروبا. وأيضا بالنسبة للإمارات أيضا وجود بعض الصناعات هناك أيضا، في زي مجال برضو الألمونيوم والحديد. يعني حقيقة معظم يعني مصر والإمارات والأردن والبحرين، معظم يعني الصناعات يعني ممكن نقول زي بعض. يعني الجانب الأهمية النسبية، معظم المعادن موجودة، معظم الصناعات ممكن ان احنا نحقق تكامل بينهم. طيب الاردن الميزه النسبيه لها في المبادره، وايضا الصناعات اللي هي منتعش عندها. الحقيقه بالنسبه للاردن، الجانب المنتعش عندهم قطاع الزراعه. يعني في هناك بعض الزراعات ممكن ان احنا نستفيد منها، زي الذره، زي القمح، ممكن ان هي تساعد في المبادره من الاستفاده منها من الجانب الزراعي. نعم. فيما يخص موقعها، هل له أي تأثير في توزيع البضائع يعني لأي جهات؟ صعب شوي. لا لا، مش زي طبعا موقع الإمارات والبحرين، عشان موقعهم مائي. إلا إذا كانت نقطة مناولة كما يقولون، يعني بالزبط. من الإمارات إلى مصر، فهي تعتبر نقطة محطة مناولة وميناء هام للمناولة. بالضبط. يعني. وأيضا يعني مجال آخر للحديث، مش في موضوعنا، الأردن داخلة مع مصر والعراق في مبادرة أخرى اللي هي الخاصة بالكهرباء، تبادل الكهرباء والبترول. يعني الأردن داخلة معنا في عدة شراكات. احنا بنذكر برضو ان أهمية الأردن في نقل الكهرباء للدول الأخرى من خلال الاشتراك مع مصر. مناولة برضو. بالظبط. مناولة. بدل حضرتك ذكرت الكهرباء، يمكن دي أبرز المزايا النسبية أيضا في مصر، موضوع الكهرباء. طبعا احنا مصر طبقا للرؤية الاستراتيجية، رؤية 2030 ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة. الحقيقة احنا طبعا حصلت طفرة في المجال الكهربائي منذ قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا انشأنا عدة محطات، وايضا قمنا بافتتاح محطة الطاقة الشمسية ببنبان بأسوان، وايضا بيتم عمل محطات اخرى للطاقة الشمسية، وايضا محطات توليد الكهرباء عن طريق طاقة الرياح. وبالتالي بعد ما كان عندنا نقص في امدادات الكهرباء، اصبح عندنا فائض، والفائض ده بيتم تصديره للدول المجاورة. ده جانب. والجانب الاخر ايضا اهتمامنا بمجال الغاز عن طريق محطات الإسالة، وده بيعمل طفرة في مصر، خاصة ان احنا خلال الفترة القادمة بناء على الاتفاقات التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية في برلين وفي فرنسا، انه هيتم توفير الغاز المصري للدول الاتحاد الاوروبي من خلال تصديرنا ليهم. وبالتالي ممكن ان احنا نقول بعد ما احنا كانت بنفكر او بنحلم ان احنا نكون مركز اقليمي للطاقة، من الممكن ان نصبح ان نكون مركز عالمي للطاقة وليس مركز اقليمي فقط، خاصة ان احنا منفتحين في كل انواع المجالات. وايضا شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دخول مصر خلال الفترة القادمة في مجالات اخرى في للتوليد، زي الوقود والكهرباء، ايضا من خلال الطاقات النظيفة زي طاقات الهيدروجين الاخضر. مصر منفتحة على هذه الطاقات، خاصة
خاصة في ظل دخول مصر في تنظيمها لمؤتمر التغيرات المناخية كوب 27 الخاص بالتغيرات المناخية الذي سيتم عقده في مؤتمر شرم الشيخ في نوفمبر القادم إن شاء الله. وبالتالي مصر منفتحة أمام العالم وتتمتع بالريادة في هذا المجال، وأيضا من الممكن بحكم المساحات الشاسعة الموجودة في مصر أن نتوسع في الهيدروجين الأخضر وتصدير هذا الوقود إلى الدول الأوروبية، خاصة أن الهيدروجين الأخضر بيقوم على الطاقات النظيفة. يعني عشان أعمل الوقود ده بيتم الاعتماد على حاجة من اتنين، يا إما طاقة الرياح يا إما الطاقة الشمسية، وبالتالي الدول الأوروبية مش متاح بالنسبة لها حاجة زي كده. يعني ألمانيا بتتمنى الحصول على الوقود زي الهيدروجين الأخضر، وبالتالي من الممكن أن احنا نستغل ده في مصر من خلال توفر مساحات الصحراء الشاسعة بأن احنا نخطط أن احنا نتوسع خلال الفترة القادمة في الهيدروجين الأخضر وتصدير هذه الطاقة الهائلة النظيفة إلى دول الاتحاد الأوروبي. طيب في مزايا أخرى حضرتك بالنسبة لمصر يعني في المبادرة، يعني دي نقدر نتكلم عنها؟ طبعا عندنا محور قناة السويس. أي. محور قناة السويس ده محور من المحاور الهامة في المبادرة، خاصة أن المنطقة مفتوحة لعقد الشراكات وليست مع الدول العربية فقط، مع دول أخرى كثيرة، خاصة تنمية هذا المحور عن طريق توطين الصناعات، توطين صناعات السفن، توطين الصناعات المختلفة، خاصة في هذا المحور الهام استغلال قناة السويس. مصر كمان بالفعل هي عندها صناعات نسيجية بس محتاجة يمكن تتطور شوية، والدولة بقى عملت على تطورها منذ عدة سنوات. مظبوط. أعتقد ده برضو هي ميزة نسبية لمصر. ميزة نسبية طبعا بالنسبة لصناعة المنسوجات وتصديرها إلى الدول المختلفة منها أوروبا عن طريق محور قناة السويس. نعم. وأيضا من الممكن أن احنا يتم التطوير بالاعتماد على مبادئ التنمية المستدامة، زي ان احنا بقى ان احنا نتوسع في الاقتصاد الاخضر والاقتصاد الازرق من خلال هذه الشراكات، ان احنا زي ما قلنا حضرتك مثلا الهيدروجين الاخضر ده بيخش في نطاق الاقتصاد الاخضر، تطوير محور قناة السويس من ان احنا ممكن ان احنا نصنفه بان احنا نخش في الاقتصاد الازرق، وتطوير الميناء وتطوير قناة السويس نفسه، كل ده بيفتح افاق كبيرة. يعني نعم، ايضا مصر لها ميزة نسبية في الادوية، صناعة الادوية يعني بقى سنين ولها تاريخ في هذا، وايضا مدينة افتتاح الرئيس مدينة الدواء. الدواء هو أكبر مدينة. نعم. نعم. ومصر أيضا في ظل الفترة الماضية في أزمة كورونا هي الدولة الوحيدة اللي في أفريقيا اللي بدأت في إن هي تحصل على لقاح كورونا وإمداد الدول الأفريقية به عن طريق مدينة الدواء وما إلى غيرها، والتركيز على تصدير الدواء إلى الدول المختلفة. مين من الدول العربية الأكثر يعني المرشح أكثر وأسرع لهذه المبادرة، مبادرة التنمية المستدامة والصناعية، مبادرة الشراكة الصناعية مع الدول الأربع؟ أعتقد من الممكن دخول السعودية. السعودية طبعا، الأمير محمد بن سلمان أعلن يعني أنه هيكون هناك استثمارات كبيرة في مصر في الآونة القادمة. ده أكيد، ومن الممكن أيضا انضمام العراق بحكم دخولها مع مصر في العديد من الشراكات، فمن الممكن أيضا أن تدخل في هذه الشراكة. طب حدثنا عن المزايا النسبية للسعودية وبعدين كده ننتقل للمزايا النسبية للعراق اللي ممكن تؤهلها للانضمام لهذه المبادرة. المزايا بالنسبة للسعودية المجال الزراعي هناك يعني في نمو، في نمو وحققت طفرة في استخدام ممكن نقول التقاوي الحديثة، وحققت اكتفاء ذاتي في محاصيل كثيرة، وأيضا نجحت في زراعة بعض المحاصيل الصعبة في الصحراء وفي ظروف جوية. طبعا صعبة، ولكن هم نجحوا في استعمال مياه الأبار وأيضا استعمال مياه الأمطار المخزنة. بالضبط، نجح في مجال الزراعي، وأيضا من الممكن التعاون في مجال البترول. البترول طبعا، مجال البترول خاصة طبعًا. ان هم عندهم فائض كبير وايضا العالم كله، دخول ايضا زي صناعات البتروكيماويات هتحقق ميزه نسبيه معانا في هي لديها ايضا قاعده صناعيه يعني بتتطور يوما بعد يوم، بتتطور وفي نمو فعلا. العراق بقى عشان وقتنا اوشك على الانتهاء، المزايا النسبيه للعراق، العراق دوله قديمه ورافدين يعني ايه المزايا النسبيه للعراق؟ المزايا النسبيه برضو للعراق ما هيبقى برضو بترول طبعا عندهم احتياطات كبيره البترول، وايضا بيحتاج من في البترول بقى من السعوديه ومن الامارات الاردن ومصر، يعني دول عندهم يعني شويه مش وفره، عندهم بترول بس ما فيش وفره. بالظبط، احنا عندنا وفره في الغاز اكتر من البترول.
لكن ما في ظل الاكتشافات البتروليه اللي مصر بتقوم بيها وفي ظل الشراكات من الممكن يحصل طفره ونلاقي عندنا مخزون استراتيجي في البترول في تفصح عنه وزاره البترول. عندها كمان يعني اراضي زراعيه وعندها بالظبط عندها زراعات بس لا بدات تتاثر الزراعات بانخفاض مياه نهر الفرات بالظبط. تمام. والله انا بشكر حضرتك شكرا على تشريفنا وهذه الرؤيه التحليليه في هذه الفتره المفتوحه. العفو. ان شاء الله يكون لنا شرف اللقاء في فترات قادمه. دكتور اسلام جمال شوقي الخبير الاقتصادي وعضو الجمعيه المصريه للاقتصاد السياسي بشكر حضرتك شكرا جزيلا. العفو. مشاهدينا الكرام والى اللقاء في مزيد من التغطيات الاخباريه في الفترات القادمه. الى اللقاء.